كل يوم الحياة بتحطنا في مواقف إن إحنا نختار ما بين بدائل. فهل حضرتك مرة اتحطيت في موقف إنك أنت تختار، لازم تاخد يعني قرار إنك تختار ولكن معرفتش؟ هل انشغلت بالتفاصيل وقعدت تفكر وتمحص وتفحص في الموضوع أكتر من مرة عشان تختار لكنك مش قادر تختار؟ قعدت تقلب كده الحياة والحكاية من كل جوانبها بس برضو مش عارف تعمل اختيار مناسب لحضرتك؟ هل مرة فقدت فرصة عمرك، فرصة شغل مثلا، فرصة أي فرصة مهمة في حياتك بسبب إنك معرفتش تختار في الوقت المناسب؟ هل أحيانا بتلاقي نفسك خايف إنك تختار من الاختيارات اللي الحياة بتديها لك، خايف إنك أنت اختيارك يكون غلط فبالتالي تقرر إنك أنت ما تختارش من أساسه علشان ما تغلطش؟ لو إجابتك على كل الأسئلة اللي فاتت يبقى أهلا وسهلا، حضرتك شخص عندك مشكلة في اختياراتك، شخص عندك مشكلة في اتخاذك القرار الصح فيما يتعلق باختياراتك الحياتية. هل أنت مثلا، ولازم تفكر بقى يعني لو جاوبت على الأسئلة اللي فاتت كلها صح، لازم تفكر بينك وبين نفسك، هو أنت ليه مش عارف تختار؟ هل أنت خايف مثلا؟ فكر. يمكن هل أنت ممكن تكون مثالي بدرجة كبيرة جدا؟ عارفين الناس اللي بيقولوا عليهم perfectionist، الناس المثالية بدرجة كبيرة جدا لدرجة أنهم بيخافوا يغلطوا أي غلطة صغيرة، عايزين حياتهم بلا أخطاء بلا شوائف، يخافوا يختاروا. هل يمكن بتبقى مستني تجمع معلومات أكتر، دايما عندك عقلية علمية كده قوية جدا فأنت بتبقى مستني تجمع كل المعلومات اللازمة قبل ما تاخد هذا القرار بهذا الاختيار؟ هي زي ما كنت بقول، إحنا كل يوم، لا هو إحنا مش كل يوم، إحنا كل لحظة في حياتنا بنتحط في مواقف محتاجين نختار فيها بين بدائل مختلفة. بدائل ممكن تكون زي مثلا رايح مشوار، فأنت هتركب المحور ولا هتركب الدايري، هتتغدى مثلا، عاوز تتغدى، عاوز تاكل بيتزا ولا تاكل مثلا مكرونة. لكن للأسف الحياة مش الاختيارات البسيطة دي، يعني يا ريتها كلها جت على الاختيارات السهلة البسيطة دي. الحياة دايما بتحطنا في مواقف بنبقى فيها في اختيارات صعبة، محتاجة ان احنا نفكر بين طرق مختلفة، كل طريقة هيودينا لجهة مختلفة وحياة مختلفة تماما. في اختيارات بتبقى مصيرية في الحياة، زي مثلا هتدرس ايه، هتختار انهي كلية ولا انهي معهد، هتتجوز مين، هتختار شريكة حياتك ازاي او هتختاري شريك حياتك ازاي، هتشتغل ايه، هتختار شغلك ازاي، طب هتختار تكمل في شغلك ده مثلا ولا تختار تسيب الشغلانة خالص وتروح سكة تانية، او يمكن تفضل في نفس شغلانتك بس في حتة تانية خالص. كلها اختيارات حياتية صعبة، اختيارات حياتية مصيرية. وبصراحة مفيش حد فينا محترش وهو واقف في موقف اختيار. اللي بيقول لك انا بختار بكل سهولة في كل موقف حياتي ده اكيد بيكذب على حضرتك. كلنا بنقع في الحيرة حينما تضعنا الحياة في اختيارات مصيرية. وفي مقولة حلوة جدا، عشان كده المقولة دي دايما انا بؤمن بيها، من خيرك حيرك، لانه الاختيار حيرة. ما تيجي تختار بين اكتر من طريق في حياتك أكيد بتقع في الحيرة. الحقيقة بقى إحنا لازم ناخد بالنا وإحنا بنختار إنه اختيار حضرتك بينم على معدنك، اختيار حضرتك بينم على أصلك من غير ما تاخد بالك. لما الحياة بتديك بدايل وانت بتختار، مثلا انت قاعد موظف في مكان ما، فإنك انت تختار إنك تفضل ماشي صح حتى لو مرتبك ما بيكفكش، ولا تختار إنك تاخد رشوة، أصل المدارس، أصل العيال، طب أنا هعمل إيه، هاكلهم منين؟ اختيارك ده بينم على أصلك، بينم على معدنك، انت مين. الاختيار في الحياة ربما هو بتفتكره انت بس مجرد موقف في الحاضر، لا ده هو بيحدد لك مستقبل على مدى مش قصير، لا على مدى بعيد جدا، بيحدد لك مدى ثقتك في نفسك، بيحدد لك مدى احترامك في نفسك سواء اخترت صح او اخترت غلط.